طفل مغربي عنده 21 شهر من مدينة مراكش اللي عنده مرض ضمور العضلات الشوكي. جاد بالنسبة لي أنا اللي سولتوني عليه جوابي ماشي هو اللي سولته ماما وبابا. جاد هو الولد اللي عرفنا بواحد المرض اللي ما كناش كنعرفوه، عرفنا بواحد الدواء ما كناش سايقين ليه الخبار، عرفنا وصدمنا لأن الدواء كيسوى 2.5 مليار بالنسبة لنا. جاد هو رقم صعب، جاد هو الطفل اللي واقعي ولكن الآن يطلب المستحيل. وأنا يعني انضميت إلى جاد وقلتها في أول مرة أعلنت على الحملة ديالي مع جاد أننا أنا وجاد واقعيين ولكن غنطلبوا إن شاء الله بحول الله غنطلبوا المستحيل. جاد يعني عرفناه راه مريض بضمور العضلات بعد ما درنا التحليلة الجينية اللي أكدت لنا أنه راه مريض بهذا المرض. قبل ما هاد التحليلة الجينية يعني كاين أعراض تتسبق هاد المرض، لأنه يعني تتفهم أنه الوليد ما تيمشيش ما تيتحركش ما تيوقفش ما كذا، هني كاين هناك شي خلل في شي حاجة لهاد الوليد. والأطباء يعني أطباء ديال الأطفال ما ما ما, ما يعني تيبان لهم عادي أنه الوليد واخا ما وقفش 8 شهور و 9 شهور يمكن يوقف عام، كاين اللي كل واحد هادشي يوقف، ولكن حنا كتعدى التجربة سبق يعني فهمنا انه راه ماشي مساله ديال الزمان، الوقت هو اللي غادي يخليه وقف. قلنا يمكن تكون شي حاجه جينيه اللي غادي تسبب لينا في شي مشكل اخر. يعني من بعد البحث لقينا انه بصح انه الوليد راه مريض جينيا، يعني عنده خلل واحد الخطا في شي جين، هذاك الخطا هو تيفقد الوليدات يعني تيفقدهم واحد واحد البروتين اللي تيتحكم في 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 النمو ديال العضله وكيفاش يمكن لي. من تماك بدينا يعني رحله البحث على العلاج. هذه رحله البحث يعني انه طرقنا لبيبان المغرب، سولنا واش كاين بعدا شي علاج في المغرب، قالوا لنا الناس كاين العلاج ولكن ما غير متوفر في المغرب. يعني كاين ابحاث كاين تجارب دارت على هذ الوليدات ديال ضمور العضلات الشوكي تبينت انه كاين هناك علاج يعني فيه بزاف ديال الانواع. كاين علاج يعني الغالي غالي الثمن والباهظ اللي هو علاج زول جينسما، هاد الحقنه تتحقن مره واحده للطفل ولكن خصها تحقن قبل ما يوصل سنتين. يعني احنا من عام حتى الان او من 8 شهور حتى دابا وحنا تنسولوا على هذه الحقنه وتنبحثوا عليها فين غادي نلقاوها، لانه تنجريو مع الوقت لانه ما بقات ليناش باش نوصلوا عامين واخا كاع لقاو لي هذاك العلاج ما غادي يفيدو والو ديك الساعه. يعني من ديك الساعه حنا تنجريو الان لهاد الساعه اللي حنا فيها باقي تنسولوا على العلاج فين غادي نلقاوه. تحيه بصراحه، خصنا نستغلوا الفرصه باش نقولوا عائله جاد هما عائله واحد الاسره اللي هي قويه، ما وقفاتش عند 2.1 مليون دولار، وقفات على انه العلاج كاين والحل كاين والعلم يتطور والبحوثات كدار كل نهار، فبالتالي العلاج كاين، فرصه الحياه ديال ولدهم ان شاء الله يولي بخير وعلى خير كاينه، فعلاش نفوتوا الفرصه ونفلتوا الفرصه. اذا المرض هما عارفينه وعطاونا فرصة حقيقية باش حنا نعرفو مرضنا. والأسر المغربية منين يتزاد عندهم واحد الوليد ما كيتمشاش ما كيجلش كيميل ليه راسو هكذا ولا هكذا ينوضوا يضربوا فيه الفقد، لأن راه كاين مشكل تا التشخيص ما كاينش. راه كاين أسر كيدي ولادهم إوا تسناو بلاتي دابا يوقف على خاطرو، دابا الوليد يتمشى على خاطرو، من بعد كيكتشفوا أن الولد ما كيتمشاش وأنه كاين ضمور ديال العضلات وتيبقى داك الوليد العضلات كتموت 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 حتى كيموت داك الوليد. فبالتالي السباق اللي كاين الان والضغط اللي عندنا الان والحسره اللي عندنا الان هو الوليد عنده 21 شهر بقات ليه 3 شهور، الا فاتو 3 شهور ديك الحقنه ما عندنا ما نديرو بها، ما لايقاش بعد الجد يمكن تلقى شي وليد اخر. فبالتالي حنا في سباق مع الزمن، عندنا 3 شهور. جمعيه قطر الخيريه تستجب للنداء ديالنا وقبل منهم ربي سبحانه وتعالى يدير تاويض الخير لهذا الوليد، لهذا الولد غيكون فاتحه خير، لان هذا الوليد الى لقينا ليه الدواء غيكون اول طفل مغربي غيتلقى اول واغلى علاج او دواء في العالم اللي هو زورجينسما اللي هو بجوج المليار وكثر بالعمله ديالنا. فهذه فاتحه خير ومن هنا ما غتفوتش نهائي الفرصه باش نقول وزاره الصحه هذا الدواء كيتفاوضوا عليه الدول كيتفاوضوا عليه الوزارات، ما كيتفاوضوش عليه جاد وباه امه. هاد الدواء خاص تدخلات من يعني من اصحاب القرار ماشي منا احنا الان، فقط نعلنها لان جاد بقات له 3 شهور ما بقاش عندنا الوقت. فكنتمنى ان جمعيه
قطر الخيريه من خلال الموقع ديالكم يوصلها الصوت والنداء ديال الامومه اللي فينا والابوه اللي فينا ويعني وقيمنا والعروبه اللي بيناتنا والعلاقات الصديقه والشقيقه انكم تدخلوا لفائده وليدنا جاد وتعتقوه. ارجوكم. طرقنا الابواب ديال وزاره الصحه لاميتيال وهذه المسائل كلها اللي تتعلق بالتعويض على المرض. هاد الناس هاد ما عندهمش هاد المرض في اللائحه ديال التعويضات، ما عندهمش كاع هاد السميه. بدينا نسولو كيفاش يمكن لينا واش نخرجوا هاد الوليد برا، فين كاين اشم دوله اللي كاينه قريبه لينا مثلا. لقينا انه كاين دول قريبه جيراننا عرب مسلمين موفرين العلاج لوليداتهم. مصر مثلا موفره العلاج لوليداتها، قطر موفره لوليداتها، الامارات، واستفدوا وليدات من العالم، يعني من السودان من سوريا من يعني كانوا محسنين وكانت هبات اللي تدخل باش توفر العلاج لهاد الوليدات. المشكل فين كاين؟ كاين فينا حنا اللي ما قدرناش نوفروا هاد العلاج لوليداتنا. حكومتنا ما كايناش، خاصها تفاوض على هاد العلاج. ماشي ولدي بوحدو اللي كاين، 300 حاله في العام تتزاد في هاد المرض، وهاد الحكومه ما باش تفيق. راه هذا كرامه هاد الوليدات في الصحه ديالهم. هذا وليد لا ما تعاجش من هنا هاد 3 شهور هكذا، هو مشروع معاق، زيدوه في لا ليست، يزيدوه في هذيك لا ليست اللي عامره يعمروه، زيدوه لانه كاين بزاف ديال المعاقين، نزيدو كل نهار نزيدو معاقين. وهاد المعاقده التكلفه ديالو راه كبيره، راه ما نشوفوش اليوم، شوفوه في المدرسه اللي غادي يكون عاطل ويكون جاهل وما غايقراش وما تقبلو لا المدرسه وما يقبلو لا المجتمع وما غادي يقبلو وما يلقى الخدمه وغايكون بيطالي، يعني هادشي كاع بزاف. دابا الحدود الساعه حنا كنقلبوا على الحقنه مجانا، يا قطر تكلف لينا والمستشفى القدري يتكلف، يا وليدنا يتهز في القرعه وناخذو مجانا، ولا ما كانش هادي وما هادي، ولا اعتقد ان ما غتكون لا هادي ولا هادي ولا بدا، ان شاء الله ربي غيدير تاويد الخير. ما يمكنش هذا الاصرار كله ديال المغاربه وهذا التضامن ديال المغاربه وهذه الدعوات كلها وهذا الحب الجاد وهذا الشيء كله غادي يمشي هكذاك. الاثار ديالو النفسيه والجانبيه والمعنويه راه ما راه شوف، يعني انه فاش نتكلموا رجعي واحد 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 الملاحظه، الناس في تعليقاتهم لهذا فاش درنا هاد الحمله هذه هاد الهاشتاغ انقذوا جاد، الناس 90% قلبهم معنا. حنا حاسين لانه راه هذا بهم هم ما خصناش نهزو بوحدي، يعني هذا هم ديال دوله. كاين مشكل جيني، كاين مشكل صحي، خصنا نقلبوا ليه على الحل. انا كاب راه تنعاني، ولكن انا تنقلب على العلاج، وبهذا التضامن ديال المواطنين والمغاربه معايا راه حسيت انه بدا يخفف عليا العلاج بوحدي، راه خفاف عليا واحد شويه، حيت نحس انه راه غادي يكون الامل الان، راه كاين الشفاء الان، راه غادي نلقى العلاج وغادي نلقى لولدي العلاج. بالتضافر ديال اخت نهاد مسكينه، حتى هي تتعيش معايا صباح وعشيه، هي الفريق ديالها مع هذا المشكل، تينعسوا به وتيفيقوا به. يعني ما حسيتش، ما بقاش ولدي انا، حتى فاش تنجي لعند هذا هنا تنقول له راه ولدك هذاك، ما بقاش ولدي. نتمنوا من الله يكون شي حل لهاد الوليد. الحمله ديالنا حنا محددينها، حنا ما كنطلبوا تبرعات، ما كنطلبوا مسندات من شي مؤسسه من الحدود الساعه. حنا ما حنا الملف كاين عند اشقائنا القطريين، عافاك جاوبونا، حنا بغينا ما يجاوبونا دابا غير ايه ولا لا باش نعرفوا شنو غندير، ولكن غالبا ما تنضنش يردوا في وجهنا، حيت هذوك ناس اهل العطاء ودايرين الفرع ديالهم في المغرب وكيديروا انجازات عميقه في المغرب، وعندهم قبل تجارب يعني مع الطفوله المغربيه، وداروا بزاف ديال الحاجات في المغرب. فلا اعتقد انه الملف ديال جاد غيجيهم ثقيل ولا غيجيهم صعب. صحيح هو رقم صعب ولكن ماشي مستحيل. اي ولا ديك الساعه كان ما نعرف. المهم حنا دابا حنا كنعيشوا الحاضر، الحاضر كيقول اننا غنتسناو القرعه ونتسناو جمعيه قطر الخيريه هادشي اللي كاين. من بعد لها مدبر اسمه الحكيم، اتوقع اننا غادي جادي ديال الحقنه ديال العمر ان شاء الله ما فيهاش. طرق البيبان المستشفى، يعني المستشفى العمومي اللي تيكون فيه الاطباء مختصين بهذا الامراض، راه المعاناه باش توصلك نوبتك وباش يوصلوا الترويض وباش يوصلوا، وفي النهاية تتعرف أنه راه ما كانش العلاج. قبل ما كانش العلاج ولدي الأول، ما كانش شي حد يتكلم على العلاج. ولدي الأول مات في 2019، ما كانش هاد المسألة ديال العلاج. الآن كاين العلاج، خاص هاد الوليد نلقى ليه العلاج
بالحب ديال المغاربة وبالتضامن ديالهم، وحنا راسلنا إخواننا أخرى في جمعية قطر، قطر الخيرية، تضامنوا معنا مساكن وجروا معنا في هذا الملف وتقلبوا لنا العلاج. حنا طامعين في في الخير ديالهم والإحسان ديالهم والشعب القطري باش يوصل ولدي المستشفى اللي كاين في قطر باش يتعالج. صوتنا ماشي ديالي أنا ولدي، أنا تندافع على، بغيت نتكلم على وليدات المغرب كلهم. ولدي أنا غادي نضر، أنا عشت تجربة سيئة ونتمنى من الله ما نعيش تجربة سيئة من بعد، ولكن الوليدات الأخرين الناس ما تيخرجوش، الناس ما قدروش يوصلوا الخطاب ديالهم اللي يخرجوه، خايفين تيحشموا الناس. احنا ما بغيناش نخرجوا بكرامتنا وجهنا احمر وندافعوا على هاد الوليدات، هذا هو الهم اللي عندنا.